السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وربنا يبعد عنا وعنكم كل الأمراض وكل الأوبئة. وصلنا لألف مشترك الحمد لله، شكرا جدا على الدعم، وشكرا جدا على كل واحد كتب رسالة كويسة، شكرا لكل تعليق كويس زي التعليقات اللي موجودة دلوقتي دي. الناس دي بجد والله هي الناس اللي بتخليني أعمل حاجة قدام، وبإذن الله أنا مكمل، وبإذن الله هتبقى حاجة كويسة وهنخلي القناة في حتة أحلى. وشكرا لكل اللي كانوا حواليا في الفترة اللي فاتت واللي بيحاولوا يعملوا اي حاجة للقناة ان شاء الله لو مجرد شير بس، وخصوصا احمد سلطان اللي بقى خلاص رسمي معايا في القناة. بإذن الله نعمل حاجات مجنونة قريب جدا مع بعض، وبإذن الله تنور رضاكم. قصة النهاردة هي تقريبا أغلبنا عارفها، يعني هي من القصص اللي تربينا عليها أصلا. يعني لو سألت أي حد عن قصة نبي هو عارفه، مش هيخرج بره قصة سيدنا سليمان وقصة سيدنا يوسف، لان دول القصتين اللي دايما يعني فيهم طابع طفولي ممكن نسمعه وممكن نفهمه بسرعه، لانها كانت بتبقى عباره عن روايه. فسيدنا سليمان اصلا من القصص اللي فعلا ممكن يعجز مخرجين ان هم يحاولوا يتصوروا مين هو سليمان ابن داوود علشان يعملوا له مسلسل. حتى المسلسل اللي اتعمل عن قصه سيدنا سليمان، المسلسل الايراني، ما كانش بالنجاح المطلوب. بس واهلا بيكم معايا على المصطبه، انا احمد الصاوي. في الحلقه دي هنتكلم عن سيدنا سليمان. وقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مره تشرفوني دوسوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول باول، ويلا بينا. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. مبدئيا كده سيدنا سليمان هو أعظم ملك عرف الأرض. سيدنا سليمان هو أقوى ملك وأعظم ملك على وجه الأرض، ما جاش قبله ولا هيجي بعده. ليه؟ لأن هو ده كان طلب سيدنا سليمان من رب العزة، إن هو يكون ليه ملك لا ينبغي لأحد من قبله ولا من بعده. يعني بالعربي الفصيح كده سيدنا سليمان هو صاحب أكبر ملك في التاريخ، وده مش شيء هيتغير، لا هو خلاص هو عمل أكبر ملك فيما مضى وأكبر ملك فيما هو آت. يعني هو خلاص خلصت، مفيش حد هيبقى ملكه أكبر من ملك سليمان. سيدنا سليمان ما كانش ملك على البشر، لا كان ملك على البشر والحيوانات وعلى الجان والعفاريت كمان. سيدنا سليمان كان ملك على كل حاجة، بمعنى كل حاجة، كل حاجة كانت مسيرة لخدمة سيدنا سليمان. حتى الريح كانت مسيرة لخدمة سيدنا سليمان، كانت بتنقله وبتنقل جيشه من مكان لمكان. يعني كل حاجة كانت مسيرة لخدمة سيدنا سليمان ابن داود. طب هتيجي تقولي يا عم احمد دلوقتي، طب ايه الفرق ما بين قدرات سيدنا سليمان او معجزات سيدنا سليمان وقدرات سيدنا داود؟ هنقول نبذة صغيرة بس كده. سيدنا داود كان اجمل صوت عرفه الارض، اجمل صوت عرفه الارض هو صوت سيدنا داود. علشان كده لما كان بيجي يدعو او يذكر او يترتل، كانت كل الجبال والطير وكل كائنات الارض بتحاول ترتل معاه. بالاضافة لكده كان سيدنا داود كمان بيفهم لغة الطير، بيفهمها بس ما يقدرش يتكلم معاهم. وهنا بيجي الفرق بين قدرات سيدنا سليمان وسيدنا داود. سيدنا سليمان من ضمن معجزاته ان هو كان متقن لكل لغات الطير، بمعنى كان بيسألهم وبيجاوبوا عليه. يعني مش زي سيدنا داود كان بيفهم بس، لا ده هو بيفهم وبيعرف يتكلم معاهم بلغتهم. ومش بس كده، لا ده الطيور والحيوانات والوحوش والجان وكل حاجة، كل حاجة تقريبا لو جيت تدور على اي حاجة ممكن تخطر في بالك هو تقريبا سيدنا سليمان كان بيعملها. يعني من أكبر حيوان أو من أعظم جان لحد النمل، كان سيدنا سليمان متقن للغتهم وبيعرف يتكلم معاهم كويس جدا، وكان بينظم لهم جيوش بحيث إن الجيش بتاعه كان بيبقى ملء الأرض. يعني أنت متخيل جميع الكائنات الحية اللي موجودة في الأرض رايحة مع سيدنا سليمان لأي أمة هو عايز يفتحها. مش بس كده، سيدنا سليمان كمان كان ليه سلطان قوي جدا على الجان. سيدنا سليمان كان سلطانه على الجان
قوي جدا لدرجة ان هما اصلا ما يقدروش يرفضوا طلب، اصلا ما يقدروش ان هما يفكروا هل انا ممكن اقدر اعمل حاجة زي دي ولا لا. بالعكس سيدنا سليمان كان سلطانه على الجان قوي جدا لدرجة ان هو بس كان بيؤمر الجان بامر الله بيعملوا الحاجة فورا، واللي بيتمنع كان بيعذبه عذاب شديد جدا. بيبدأ بالسلسلة ان هو يقيد الجان بالسلاسل اللي طبعا ما كانش فيه اي حاجة او اي حد في الدنيا دي كلها يقدر يفكها او يخفف من العذاب اللي بينزله سيدنا سليمان على الجان. طب في آية في القرآن يا أبو حميد بتقول وورث سليمان داود، طب هو ملك سيدنا سليمان بقى يا عم أحمد اللي أنت عمال تقول عليه بقى ذهب وفضة وأحجار كريمة وجيوش وقدرات والحاجات دي كلها، ورثها عن سيدنا داود؟ لأ، ما احنا اتفقنا حتى لو هو ورث من سيدنا داود حاجة، وده مش هو اللي حصل، حتى لو هو ورث من سيدنا داود حاجة، هو سيدنا سليمان بقى عنده أقوى ملك، أكبر حاجة في الدنيا قبل كده ومش هتيجي تاني زيها. وعايزك تعرف برضو إن سيدنا سليمان ما ورثش عن سيدنا داود لا مال ولا عتاد ولا قصور ولا أي حاجة من الكلام ده خالص. ليه؟ لأن الأنبياء وقت وفاتهم بتوزع أموالهم وأملاكهم كصدقات، إنما لا تورث أبدا للوريث. انما يا عم طب ما انت لسه قايل ان في آية في القرآن بتقول ان سيدنا سليمان ورث سيدنا داود، ورث منه الحكم وورث منه النبوة وورث منه الحكمة. وقدرات سيدنا سليمان لو قعدنا نحكي فيها من هنا لمليون سنة مش هنخلص. كفاية انك بتعرف ان الجن مسخرين ان هم يبنوا له المحاريب والبيوت كاملة مكملة فقط لإرادته، عايزين يشوفوا هو عايز ايه وبيعملوه، بيخافوا ان هم يتكلموا. علشان كده حتى اغلب الناس اللي بتسمع رعب دلوقتي يقول لك مثلا طلع جن وطلع عفريت وبتاع، فيقول له اقرأ عهد من العهود السليمانية السبعة. ايه هي العهود السليمانية؟ العهود اللي كانت بين سيدنا سليمان والجان. ما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طب ايه الفكرة اللي انت عايز توصلها من الحلقة؟ ايه الحاجة اللي انت عايز تحكيها عن سيدنا سليمان؟ اقول لك انا، في قصة بتقول ان سيدنا سليمان في يوم جه ووكل الجن بشغل اضافي، يعني هما بيعملوا حاجة، لا قال لهم اعملوا اللي بتعملوه وزودوا عليها واحد اتنين تلاتة اربعة، كان مشغلهم شغل قاسي جدا يومها جدا، وهو قعد في محرابه وقعد يراقبهم وهم بيشتغلوا، وقاعد مفتح عينه ومتكئ على المنسأة اللي هي عصاية، قاعد ساند على العصاية بتاعته. بعد يوم والتاني والتالت وشهر واتنين وخامس وسادس وعاشر، وبعض الروايات بتقول ان هما وصلوا لسنة شغالين بنفس المهام الشاقة الصعبة جدا اللي سيدنا سليمان وكلهم بيه، بدأوا يشكوا سيدنا سليمان نبي من انبياء الله الصالحين، ولكن في حاجة غلط. سيدنا سليمان عمره ما اتحرك من أول السنة دي ما بدأت، سيدنا سليمان ما بيتحركش، يكونش مات؟ طب بيتعزموا على بعض، بقولك ايه تعالى روح شوف سيدنا سليمان مات ولا لا. لا يا عم خاف. طب تعالى انت روح بس، انت هتبص بس وبتاع. لا ده لا لا هتسلسل. الجن خايفين من مجرد ان هم يقتربوا بس من سيدنا سليمان، مش ان هم يعرفوا ايه اللي حصل، خايفين يقربوا منه. رب العزة هنا بيضرب أكبر مثل للناس اللي كانوا عايشين في الزمن ده. ليه؟ الناس اللي كانوا عايشين في الزمن ده كانوا بيعتقدوا إن الجن من المخلوقات القوية جدا اللي ممكن إنها تعرف الغيب، والغيب من علم الله وحده اختص بيه نفسه، فهم كانوا فاكرين إن الجن عارف مين مات مين عايش. علشان كده لما ربنا اختار نبي في الفترة دي كان اختار سيدنا سليمان بقدرات تتلائم مع الوضع ده. وهنا كان المثل والحكمة اللي أرادها رب العزة بأنه يظهر للناس أن الجن مهما كانت قدراتهم اللي الناس فاكراها أو حاسة بيها أو خايفة منها أن هي لا شيء. إزاي؟ أن سيدنا سليمان ميت بقاله حوالي سنة كاملة بعد ما أمرهم إن هم يعملوا الشغل الجامد ده وهم مش عارفين وخايفين من مجرد الاقتراب منه. ليه؟
لأنهم لا يعلموا الغيب. ما هم لو عارفين إن سيدنا سليمان مات ما كانوش فضلوا يشتغلوا، إنما هم قدراتهم محدودة جدا، وسيدنا سليمان كان نبي من أنبياء الله الصالحين. عشان كده ربنا سخر نملة بسيطة إن هي تدخل وسط محراب سيدنا سليمان عليه السلام وتقرض المنسأة، يعني تاكل العصاية بتاعته. فيوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم عمالة تاكل من العصاية لحد ما العصاية اتكسرت ووقع سيدنا سليمان جثة هامدة. وهنا أدرك الجن إن هما كانوا بيخدموا سيدنا سليمان اللي مات بقاله أكتر من سنة، وده بيثبت إن الجن لا يعلموا تماما الغيب. بس وبكده عزيزي المشاهد خلصنا قصة سيدنا سليمان عليه السلام، يا رب تكون نالت رضاك. إيه ده؟ أنا قلتش قصة الهدهد. أنا عارف إن هو دلوقتي كلكم إزاي، يعني إحنا أصلا عارفين هدهد سليمان وعارفين قصة سيدنا سليمان مع بلقيس، أنا عارف ده كله وعارف إن أنتوا هتقولوا إزاي ما قلتش الكلام ده كله، بس أنا اخترت القصة من قصص سيدنا سليمان الكتير جدا علشان دي هتلائم حاجة معينة، يعني أنا حاطط في دماغي حاجة معينة بإذن الله هتتختم بالفيديو اللي جاي وهفهمكم أنا كنت حاطط الأربع فيديوهات دول مع بعض ليه. فبإذن الله لو حابين إن أنا أكمل بقية قصص سيدنا سليمان اكتبوا لي تحت في الكومنت، وأنا مش هردكم بإذن الله وهعمل لكم كل القصص اللي أعرفها عن سيدنا سليمان وهدور عن اللي ما أعرفوش كمان. في النهاية أحب أقول لكم رمضان كريم، وشكرا جدا إن أنتوا وصلتوني لـ1000 سبسكرايب، وأتمنى تكتروا الشير وأتمنى إن أنا أكون عند حسن ظنكم، وشكرا جدا، السلام عليكم.